قام محافظ أسوان أشرف عطية بافتتاح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل في أسوان، والذي يأتي ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى. يأتي هذا الافتتاح قبيل عيد الأضحى المبارك حتى يستمتع مواطنو المحافظة والزائرون من المصريين والأفواج السياحية بالكورنيش في ثوبه الجديد الذي يليق بأسوان كعاصمة للثقافة والاقتصاد الإفريقي. طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بممشى أهل مصر على مستوى كافة المحافظات، النهاردة بنفتتح المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر بأسوان، ودي مرحلة من المراحل الهامة جدا اللي فعلا اللي احنا بنشوف كل ما هو جميل في هذا الممشى. ويمكن احنا يعني يمكن من أوائل المحافظات اللي تم تنفيذ فيها الهوية البصرية بتوجيهات من سيادة الرئيس. بصدد افتتاح كيلو ونص بإذن الله يكون يليق بأهل أسوان وبعاصمة السحر والجمال، عاصمة السياحة في مصر بإذن الله. الكورنيش اللي بنفتتحه حاليا ده كيلو ونص، ده رعية فيه ان يكون في باص ستيشن كانتظار للمواطنين بتريح اخواننا المواطنين الكرام. انا شايف ان في تطوير جميل في أسوان، بيبقى في ده اول جزء انا شايفه، ولسه طبعا الكورنيش كله اتمنى طبعا يكون الناس كلها تحافظ عليه. وما شاء الله حاجه جميله والكورنيش جميل، ونتمنى ان شاء الله ان الناس تحافظ على الكورنيش ان شاء الله كل يوم في تقدم. كورنيش اسوان هو بقى احسن كتير، وما بقاش فيه حفر زي الاول، وبقى اسهل ان احنا نلعب فيه عن الرصيف وعن زمان اصلا.